الخير عليكم، سعيدة بلقائكم من جديد بحصتكم دوقوا مكلتنا. عدد اليوم خفيف ودريف مع ضيف الحصة اللي اختار من بساطة الكلمات وراحة في الحركات أنه يوصل رسائل ويحكي عن المشاكل لشباب وجيل اليوم حبها واسمحها مع الفنان مستر أبي. مرحبا بنا عندك. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم عندي في داري معكم مستر أبي. مرحبا بالشروق، نمد تحياتي لكاع المتفرجين والناس اللي هم يشوفوا فينا. فوالا واش نقول لكم، حنا ضيافكم وهذه داركم. الله يسلمك، يعطيك الصحة على حسن ضيافتك مستر أبي. حنا في طريق وحنا جايين ليك من باب الزوار، ما كاينش اللي ما يعرفش مستر أبي. صافي، السر في هذا؟ السر تو سامبلومون يعني صغير وكبير حاجة مليحة، حاجة مليحة. الله غالب مجميع واحد ارتيست ولا فنان ولا يلعب بالون اوتوماتيكمون تكون عنده هذيك الشعبيه في حومته ولا وين يسكن ولا في السيكتور تاعو. سي تو طافي نورمال. وحنايا بعد ما سمعنا عليك وعلى مشوارك الفني، ولا انك الوحيد ماشي غابور، الوحيد في راني في الستيل الكترو راب. الكترو راب هذه ان ستيل جديد اللي راهو هنا في الجزائر، وكان غير انا اللي راني نخدم في هذا الستيل هذا. ايبا عجب الببليك وكيما نقولوا لقيت حاجه مليحه فيه، ما لاس كيفي راني توجور مع هذا الستيل وندير توجور لو نيسيسار باش نزيد نديفلوبي روحي ونزيد ندير ما اكثر ان شاء الله. عفسه كيما هذه كاع باش نردي الببليك تاعي ويعجبوا الحاجه اللي راني ندير فيها. يعطيك الصحة، أنت تردي الببليك تاعك وحنا إن شاء الله اليوم نرديوك بكيفيتين اللي جبناهم اليوم سبيسيالمون ليك وكامل الشباب. يعني باسكو علاش لي غوسيل تاعنا حاجة خفيفة اللي يحبوها إن شاء الله كامل لا جونيس تاعنا. يا ودي ماذا بينا حنا ونزيدو نتعلمو. نزيدو نتعلمو، مالا نروحو لا كويزين ونشوفو كلش. أوكي. تفضل. طري بيان. مساء الخير عليكم، مرحبا بالشعب الجزائري كامل، مرحبا بالشروق يعني في كوزينتي، راكم في داري عند مستر أبي ومعنا نوال بيان سير. الو سكيفي، دوك نشوفوا لا ريسيت اللي حتعطيها لنا. مستر أبي يعطيك الصحة، لا ريسيت اللي راح نديروها اليوم كما راك تشوف حاجة خفيفة اللي هي بيتزا. شغل طليتي لي على قلبي. مالا كي تحب لا بيتزا كيما هما، راح نبداو بلا بات. داكور. لا بات واش لازم لها؟ عندنا 250 غرام تاع فارينا. اوكي. عندنا نص كاس تاع اتاي زيت، ودو بريفيرونس يكون زيت زيتون باش نديرو حاجه دو كاليتي وبنينه. باش تجي حاجه بنه. يعطيك الصحه. اون كويير كافي تاع الملح صغيره. حاجه صغيره. حاجه صغيره باسكو اون كونتيتي تاع فارينا حاجه قليله. عندنا الماء باش نلمو به، يكون دو بريفيرونس تييد. ماشي سخون ماشي بارد، دافي. يعطيك الصحة، دافي. عندنا هنايا اون كويير تاع بودغ دو لي، غبرة تاع الحليب. عندنا حبيبة بيض كاملة. اوكي. عندنا هنايا خميرة تاع الخبز اون كويير، اسوب بصح ماشي معمرة، ممسوحة. وعندنا شوية مغرفة تاع قهوة كانا السكر معاها. هنايا لو سكر مع لا لوفور دو بيير، يعني الخميره تاع الخبز كي تكون فيها السكر راح يعاونها باش تخمر لنا. طري بيان. بون، هذا هو السر باش نخلطوا السكر مع. كاين ثاني شي دي بيتزاريو هكا نسمع هكا قال لك يديروا الياغورت، قال لك يديروا الحليب، باسكو سي افيكاس ولا كاين سي دي بات. اوكي. سي دي بات، كاين بيتزا ايطاليان، بيتزا امريكان، كل وحده كيفاش. وانا اليوم جبت اون بات اوردينير لاي واحد، يعني اي جان راح يشوف الحصه ان شاء الله. يعني حنا واسمها لا بيتزا اللي راح نديروها؟ حنايا اون بيتزا رويال. رويال، الله يبارك، الله يربح. اوكي. بوغ مستر ابي. ايا طريب يا. نبداو مالا، بسم الله، عندنا لا فارين تاعنا. نزيدوا لها لا بودغ. خميرة مع لو سكر. روايا نقدروا نديروا هذيك العفسه هذيك اللي
كيفاش؟ هذيك اللي طيح زعما هكذا كيما ما فيش بوا فلي فين هذيك بلا ما تكون غوايه تقدر توسيها. حنا غوايه باسكو علاش ماداك عندنا فرماج عندنا لي شامبينيون عندنا لي زانغريديون حتكونوا في لا ديكوراسيون. مي سقسيك دونك انت راكي اكسبير الله يبارك يبارك فيك. سي كوا لا ديفيرونس اونتر كي دير بيتزا نورمال تاع جنها عادي وتحطها ولا كي تبدا تلعب بها هكا اسكو كي تبدا تلعب بها هكايا اسكو تزيد لها في الكو ولا حاجه وتزيد فيها هذيك واش حتزيد فيها هذيك حتكون باسكو اللي يديرها سي دي جون دو ميتي يعني اللي عندهم ليكسبيريونس خبره باش كيما قلت يدوروا العجينه هذيك ويمدوا لها لا فورم روند وفي وقت قصير يعني هذا راهو الله يبارك. نو حبيت نعرف اسكو تزيد عرسه في الكو ما تزيدش البنا نو حتربح وقت ايه وحتمد لي بال فون بيان سور داكور وتجي رقيقه زعما نقدروا نسيوها زعما تسيها انت يا بال اخ راكم تشوفوا مالا هنا باش نزيدوا شويه زيت هنا نخلطوا كلش نزيدوا الحبيبه بيض هذيك حبه توجو حبه ماشي زوج ولا لا ماشي زوج باسكو درنا اون كونتيتي صغيره تاع الفرينه داكور نضربوها وما داك كيما راك تشوف الملح ما درناهش نديرو الملح دائما اون ديرنيي نبلو بشويه ماء ونلمو لاباط تاعنا كي تقريب تلم نديرو لا كونتيتي تاع الملح اشفاو بيان الملح كي ديرو بيتزا توجور ديروه مع الاخر وتخلطوه بشويه ماء يكون دافي دافي اشفاو علاش نديرو الملح اون ديرنيي شي با باسكو باش يخلي الخميره تخمر خاطش الملح كي يكون اون كونتاكت ديريكت مع الخميره راح ينحي لها لي في تاعها راح يقتل لي في تاعها علاه نخلوه اون ديرني طري بيان نعطيك الصحه هنا دوكا نقعدوا بشويه نلمو وهنا مستر ابي تعيش نجيت كويير اوكي نص ولا شويه ولا نعمر خدمنا احنا اون كويير كافي يعني نعمروها شويه نقصوا هكا لي ديابيتيك مساكن يعانوا معايا لا تونسيون هنايا غير بيان فطر نزيدوا لها شويه تاع الماء ولا بات تاعنا تاع لا بيتزا سي بون راهي واجده هنا راهي واجده باش تنعجن راهي واجده ما نعجنوهاش بزاف باسكو علاش فيها الفارينه اوكي تري بيان دوك هنا مالينا غير نخلوها تخمر في بلاصه تكون شويه دافيه ولا كان في زمان الصيف راح تخمر لنا فاسيلمون ولا كان في زمان الشتاء راح تاخذ وقت باش يخمر طري بيان فوالا هنايا دوكا نخلوها واحد 30 دقيقه الله يبارك تخمر ونعاودوا نولوا ليها باش نديغازيوها نحيو لها الخميره نحلوها وندير لها لا ديكوراسيون ونقدر نلعب بها شويه نشوف بالك ان شاء الله على ربي لازم تلعب بيان باسكو سينو ما ناكلوش من بعدك داكور صافات مالك كيما شفتوا لاباط راهي واجده ما عليها غير خلوها تخمر 20 30 دقيقه حتى يتضاعف الحجم تاعها نعاودوا نولوا باش تشوفونا كيفاش نديروا لا ديكوراسيون مع لا صوص طوماط على حسب الشوفه خمرت كما راك تشوف ديجا من قبيلات كانت هابطه هاي دوك دوبلات بارابور خمرت وي طلعت تبان باللي نفسوها هكذايا شوف راك تعاود تولي معمره نفس صح سي فري سي فري فوالا ودوك باش نفاسونيوها عندنا لا غارنيتور تاعها اللي راح تكون من الفوق اللي هي بيان سور اون صوص طومات شامبينيون فوالا حاجه الاولى سي لا صوص طومات لا صوص طومات نخدموها هنايا دائما بلا طومات فريش نديرو ثلاث حبيبات نسكرفجوهم نديرو لها ورقه رند زعتره ملح بيان سور ونخلوها مع فنجال تاع ما سي با لا بان نديرو لها السكر ولا نديرو لها الملح لو سوكر حنا عندنا حاجه واحده اخرى اللي راح نديروها هنا بيان سور الملح هذاك باين يكون معاها واش عندنا كانا عندنا الشامبينيون مقبل ما نستعملوهم لازم نقليوهم شويه تاع زيت ولا زبده واليوم خيرنا هاد لا بيتزا اللي راح نديروها بلا فيون داشي لا فيون داشي ندير لها شويه ملح فلفل كحل نحبوا نحكموا ديشيكتيوها هكذا ونحطوها ابوبري كامل ولا نديروها دي بولات كيما راهي هكذايا سي او شوا بيان سور وهنايا ملح فلفل كحل ولا فورم اللي حبيناها طري بيان ونقدروا نعاودوه بالطون ولا بالبولي ولا باش حبينا كل واحد وكيفاش يحب طري بيان عندنا الزيتون فلفل كيكون وقته
دي تخوش ولا دي غوندال رقاق، فرماج لازم يكون هذا فرماج غافي، فرماج غافي. وعندنا على فان بعد ما تطيب ونخرجوها من الفوغ، واش راح نديروا لها؟ نديروا لها فنجال نص زيت زيتون، فنجال كامل ماء، ورقه رند زعتره، ونحو لا صوص طوماط اون بون كويير منايا نحطوها لهنا. هذه بالبانسو بعد ما تخرج هي سخونه ندهنوها كامل من الفوق. هذه تسمى من ناحيه البنه، البنه ميم لا كولور كلش تزيد، حتى سورتو باسكو هذا زيت الزيتون قلنا نصف فنجال وفنجال ماء، وعندنا رند زعتره مغرفه شويه تاع السكر راهي هنايا. الماء راهو تما ثاني انا درنا، شوف ها هو باين الماء الزيت، ورقه رند زعتره، شويه تاع السكر، نزيدو اون بون كويير تاع لا صوص طوماط تاعنا. هذه هي كي تخرج من الفوغ. دوكا بيان سور نروحو لاباط تاعنا نديغازيوها. هنا هنا خرجنا لها كامل الهواء اللي كان فيها. هنا نعجنوها. نعجنوها. نحلو لاباط. نزيدو نرشوها شويه بالفرينه كي نحسو بلا يتلصق هكا. تري بيان، يعطيك الصحه. صافا تري بيان. تقدر تلعب بها شويه ونعاودو نرجعوها. اه زعما فوالا حبيت تسيي لو مومون، ندير واحد الحاجه هكدا شوف زعما كيما زعما هكا. ما كنتش تخدم ديجا بيتزا؟ نو. تخي بيان، يعطيك الصحة. صافا؟ اه تخي بيان. درت لك على حساب واش واقف نشوف لا تيليفزيون. فوالا، نديروها في البلا تاعنا، نعطو لها لا فورم روند. تري بيان. يعطيك الصحة. جاب لي ربي صافا شويه نسلك على شويه. لا تري بيان، انا خفت عليها فينالمون اي عاود ولات ليا، انا قلت ما تزيدش تعاود تولي. مي عطينا لها اون بيل فورما. يعطيك الصحه نتايا اللي عرفت تمد لها لا فورما. صافا انا عاود تبرك حطيتها هذا ما كان. اي تري بيان. فوالا مستر. شاهدينا اونكا تشكو ولا فوالا. مستر عبيد دوكا عندنا لا صوص طوماط. نمشو كامل. انا نعاونك بحبه صغيره. تري بيان. كان اللي يديروا واحد لا روسيت منا مع لي كوتي فرماج تجي مكونفليه ويديروا فيها فرماج. فرماج وي بيان سور. تري بيان. هنا واش راح نزيدو؟ نزيدو لي بولات دو فيوند هاشي. توا هنا راح تطيب كامل بارد في بارد. كيفاش؟ بارد في بارد، يعني لا ديكوراسيون فرماج كلش على فوا. اه بون، تسمى على دفعة واحدة. على دفعة واحدة. نزيدو لي شامبينيون. وهنايا لا فيوند هاشي راهي خضرة ماهيش طايبة. يعني نحطوها طيب معاها. راح تطيب معاها. اوكي. لي شامبينيون. فوالا نعاونك نجيبو الفلفل. يعطيك الصحة. تري بيان، الفلفل. الزيتون خليه لي انا ديكو. مالا دير الزيتون. هيا طري بيان. هدا. زوج. بالحساب. نديرو لها هكايا وهكا، شوفي انتيا. ولا تحب الزيتون غير دير الزيتون. نزيدو؟ اه ولا تحب الزيتون؟ لا انا ما عندي حاجة. ما عندك حاجة ما عندي حاجة. عندنا فرماج. قد ما نكتروه على بالك بلي تجي بنينه خير وخير. بيان سور. هنايا دوكا كملنا مع لافان كي نجبدوها بيان سور بعد ما تطيب نديرو لها اللي قلنا زيت الزيتون الماء شويه ماء شويه سكر زعتره رند ونزيدو لها مغرفه تاع لاصوص طوماط. واش رايك مستر ابي؟
لا بيتزا تشكوها في الفور وشابه بزاف واني مقلق وقتاش طيب وناكلوها. مالا دوك الفور تاعنا شاع عندناه مقبيلات راهو سخون، لازم دائما اون بريشوف لو فور تاعنا، درجه حراره 180 حتى واحد 10 دقائق، ما تاخذش وقت كبير وبيان سور ما نطولوش عليكم. شحال تقعد باش طيب؟ واحد 10 دقائق ماشي حاجه، باسكو اون كوش فين وكلش اللي راهو فيها ثاني ما يطولش بزاف. بعد ما شفتوا لا بيتزا كملناها درنا لها لا ديكوراسيون تاعها، دوكا راهي في الفور. اونتر طون راح نوجدوا لو غاتو اللي اليوم مستر ابي راني نشوف تحضر معنا. وي هذا الضيف تاعي، هذا صاحبي وحبيبي سي عادل بيزا، هذا ثاني راهو في الموفمون ارتستيك، هو اللي حكم لي باج تاع فيسبوك كيما وحده معروفه اللي اسمها وان تو تري فيفا لالجيري، فيها من كل حفسة سوسيال عفايس كولتير على اكسيتيرا و ميم طون بوكلاش. انا مع ابي وحبيت نعلمو لو يطيب هو ثاني باش هكذايا يولي يسمر لها بيان. تدل الزوخ علينا نطيب صح ما شفنا والو. انا طايح مع معلمه انا دوكا هكذايا خويا نشوف نسكت ونتعلم ويخدم البيتزا دورها. الوغ سكيفي دوكا نروحو لو غاتو اللي وسمو اليوم بان دي بيس. اوكي ماشي كيما هذاك تاعي شغل طويل هذا في المولاكيك. فوالا هذا شويه طريقه مخلفه باسكو دوك ما فيهش لا كونفيتور، هذا راح يكون فيه لا كونفيتور حيكون دي زيتاج فوري باغ كونت لاك تقول عليه يجي في ان مولا كيك كوم سي موسكوتو بصح فيه بنا عفو عادلي بيزا. بون تخي بيان مالا سيتو كي يكون صغير بزاف بزاف ودوكا ان شاء الله تاكلوا معنا كي راك كبير. كنت نسرقوا 100 بيدي ديرو زمان عشيه ما كاش ولا اوغوزمون اليوم نكثروا شويه باش تاكل باش ما تسرقش. هاد بان دي بيس واش لازم له؟ عندنا العسل 100 غرام تاع عسل. اوكي هنايا عسل نشروها ولا نخدموها، عندنا اون كونتيتي تاع 100 غرام، عندنا 75 غرام تاع سوكريستاليزي تري بيان، لا ميم كونتيتي تاعو هي زبده. نديرو زبده ولا مارغارين ولا اوبليجي زبده؟ حنا نقولو زبده بصح دائما نخدمو بمارغارين باسكو مارغارين فيها 50 مارغارين و 50% زبده. اوكي هذه هي مارغارين. عندنا بيكربونات ربع باكي تاع بيكربونات. الباكي اللي نشروه نديرو منو اون بون كويير ا كافي. طري بيان. عندنا زيست دورانج ولا سيترون كيما نحبو، مبشور تاع حبه تشينا ولا تاع القارص. يا تشينا يا قارص. يا قارص اكزاكتومون. عندنا صفار حبه بيض، دوك حنا عندنا حبه بيض وماك نستعملو لو جون تاعها. غير لو جون. غير لو جون فوالا. عندنا لافاني وعندنا هنايا لي زيبيس اللي راح يكونوا لداخل، سكنجبير، قرفه، ونقدروا ثاني لا نوا د موسكات، نقدروا قرنفل شويه مرحي فوالا واش حبينا. بلس عندنا الفارينه اللي راح تكون 175 غرام حتى قريب 200 غرام تاع فارينه باش نلمو لاباط. عندنا لا كونفيتور اللي راح تكون اون ديرنيي بعد ما يوجد بعد ما يطيب، راح نستعملو برك لا كونفيتور اون تيت ديكوراسيون بلو سوكر غلاس من الفوق، سي فاكولتاتيف نقدروا نستعملوه كما نقدروا نستغناو عليه. اوكي نبداو. بسم الله. الحاجه الاولى العسل. دوك هاد لو ميلونج اللي راح نديروه راح نستعملوه فوق النار، راح نحطوه فوق النار. هذا فوق النار، هذا كلش فوق النار. نزيدو كانتيك لا كونتيتي تاع الزبده، لو سكر. اتعلم يا عادل انت تقني غير بالشاورما كذا اونكا بنادم يتزوج هادي دنيا المراه تاعك دير لك كول ديطا هو طاف طيب ما تموتش بالشر. دوكا شوفوا هنايا واش درنا، درنا لي تخوا انغريديون اللي هما زبده سكر عسل، نديروهم فوق النار كي يدوب كلش راح نديرو نستعملو البيكربونات. انا جو بونس النار هذه تكون دافيه شويه ماشي بلا كانت دافيه. بلا كانت دافيه راح ناخذ شويه وقت. بلا كانت قويه احنا لازم نحركو باش نكونو معاها باش ما نخلوهاش. يعطيك الصحه. فوالا دوك نحطوها. مستر ابي انايا لو طون لي ندوب لي زانغريديون تاعي ماذا بيا تقول لي علاه مستر ابي؟ مستر ابي باسكو رايح لو نو ديالي
لا نو وسمي انا ابيدات وسمي ابيدات ابيدات سكيفي صحابي ولا يعيطوا لي ابي شغل ابيدات رايحه لابي شغل قسموها ابي وكي راني نخدم سولو سما راني في كارير سولو سما جي غاردي لو نون ديالي وميم طون ان تري بون سوفينير مع صحابي اللي هو اول بي ابي درت له برك من الفوق مستر هذا ما كان طونك سويون سولو راني سولو وانت كيما نعرفوا حنايا انت غابور ولا هي قاعده تبدا في الراب كيما نقولوا الخطوه الاولى تاعك الخطوه الاولى في الراب يعني ودوكا راني في ستيل واحد اخر هذا ستيل اللي شغل اللي شغل راهو برونشي بزاف اللي اسمه الكترو راب انا دوكا راني في الالكترو باسكو الكترو راب سيتادير سا في بلوس كو لو راب فوالا حاجه اسمها لا ميوزيك عفسه واحد اخرى لي ريتم حاجه واحد اخرى ماشي كيما لو راب زعما نقولوا نجيبوا راب اولد سكول ولا عفسه هكايا دابا ما راهيش كيف كيف يعني حاجه هاد الالكترو راب حاجه شغل رايح فيه لي كوريغرافي فيه شطيح فيه لي انسترومون بزاف وانا سول وهنا في الجزائر نقدر نقولوا سوي لو سول راني نخدم هذا لو ستيل بيان سور الالبوم تاعي خرج الالبوم هو داير حاله هادي يقول حاله الناس تقول سي لو برومي البوم نو نو عندي دي البوم خدمت مع لا ديرتي ساز خدمت مع خدمت دي فيتشرينغ مع واحد لا شونسون اسمها العام عامي خدمتها انا خلاص حكيم صالحي حسيبه عمروش خدمنا كاع كيف كيف انا بيان سور على الجيري فوالا ونايا مستر عبين سحق البيكربونات هذه هي يعطيك الصحه هنا دوك حنايا بعد ما سخن حنا لا نديرو البيكربونات راح نشوفو لا كولور تتبدل كيما راك تشوف هذا شت لا كولور ودوك لا كولور راح تولي تزيد تولي فونسي حنا نحركو عليها وهي تزيد تولي فونسي دوك لازم نخلوها تريح شويه خلوه. واحد ميم با لاكسيل هذاك راهي شغل راهي شغل كيتشاب على بالك تنها لا كولور تاعك باقي مازالك مع ولا صوص ميزون مازالك مع البيتزا تاعي لا راني شو راني مايل ليها شويه باسكو لو كان تخليني وحدي انا عباك واش ندير كابابل هاد لاصوص هادي نديرها ندير فوق لاباط تاع البيتزا نورمال نورمال يعني ماكري حلوه يعني سي بون يعني شوفوا لا كولور قد ما طولت قد ما ولات زادت ولات فرونسي دوك حنا علاه نخلوها تريح وتبرد باش نزيدو الصفار تاع البيض تما دوك الصفار تاع البيض تاع البيض نديروه حنا فوالا ما نقدروش نديروه دوك علاش باسكو راهي سخونه سينو يطيبو على حتى نخلوها تبرد شويه نستعملوا الصفار نستعملوا لي سيب لي زيبيس اللي قلنا عليهم اللي هما سكنجبير قرفه القرنفل المرحي لا نوا د موسكات كي ولا حبينا بلوس لو زيست دورانج علاش ما نديروهمش مع الاول نديروهم دائما مع لافا باش تخلي ريحتهم خاطر الحاجه كي نديروها فيها ريحه وبنه ونديروها فوق النار جوغ نقتلوها شويه انا الحاجه اللي راني نخمم فيها دوكا كي شويه تبرد شويه كما قلت لي ونديروا لها تاع الصفر واش الكولور حتى تزيد تعطينا دوكا لا لا ميم كولور راح تقعد في المارون ديجا دائما بان دي بيس عنده اون كولور فونسي مارون وهذيك لا كولور نتحصلوا عليها بالبيكربونات اوكي ومادا كي نديروا الصفار راح نزيدوا نلموا بلا كونتيتي تاع الفرينه حتى تولي لنا اون بات مانيابل ولا كانت دافيه نزيدو نخلوها تريح شويه لا تريح تبرد تزيد تلم روحها وتشد ومعداك نخدموها طري بها سي بون سا با فورغا هادي زيد قولها ثاني فاباش تاعك هاديه كيما شفتوا مالا لا لو ميلونج تاع بان دي بيس تاعنا نخلوه يبرد شويه ونعاودوا نولوا باش نديروا لي زانغريديون اللي هضرنا عليهم وتشوفوا الفاسوناج تاعو مالا مستر ابي بعد ما بردت دوكا واش راح نزيدوا لها الصفار تاع البيض تري بيان علاه ما درناش مقبلات باش ما يطيبناش خليناه تبرد كولور تبدل الدوك ولا تبقى صح كيما الكيتشوب نو تبان شغل عباك كيفاش تبان شغل كونفيتور فوالا نزيدو نخلطو عليها نزيدو كيما قلنا من قبيلات شويه تاع لافاني تروش من الريحه تاعها تاع لافاني مليحه مليحه بيان سور نزيدو سكنجبير والقرفه وقلنا
باسكو هذا بان دي بيس. شنو هو بان دي بيس؟ جوغ خبز فيه البنه تاع لي زيبيس، وهادو ما سي دي زيبيس. ونقدروا نديروا سكنجبير، درنا سكنجبير، درنا قرفه، نقدروا نستعملوا قرنفل مرحي ونزيدوا كاناتيك لانوا د موسكات. شتو كانت يدير زبيب؟ وي تقدر دير زبيب اكزاكتومون. باين بلي راك راك تاكلو، راك تاكلو تاع الصح. انا نقول لك وفي ديني، وفي ديني الباب الواد انا الكبده ضربوا الكبده المشرمله ولي بيني. هو يطيبهم ولا هو؟ لا لا شراهم شراهم. نزيد نكملو زاز دورونج هنايا، نحركو على كامل الخليط تاعنا. ودوكا واش راح نديرو؟ نلمو بالفرينه حتى تولينا اون بات اللي نقدروا نتحكموا فيها. يعني الفرينه نلموها كاع هنا؟ اه لا فارين قلنا لا كونتيتي تاع 175 حتى قريب 200 تما الماكسيموم. الماكسيموم فوالا دو بريفيرونس استعمل يدي. كاش كيما اليدين يعطيك الصحه باسكو علاه يحسوا. شوفي انا البيتزا نقول لك راني معاك، اها مي هذه تلفتي شويه. فاش تلفت لك مستر عبي؟ شويه بليش تبني شويه كومبليكي فوالا من ناحيه لي زيت. انا سافا هذا بيان سي، هذا يحب لها فواكه، هذا ايش فرا. انت تحب البيتزا على بها تتك سهله، هو يحب بان دي بيس على بها. البيتزا سي البيتزا سي سامبل شغل، فيهاش بزاف هذه شغل، فيها لي زيت بيس، فيها هكذا، فيها هكذا تعاود. هذا لازم كيما تعرفش على الدير نو كاباب واحد يغلط زعما نقولوا يكون يطيب وينسى باش كي يدير لها الصفر تاع البيض وهي طيب ديجا، ولا يكون مازال شغل مازال ما بردت كاباب شغل ما تجيش جبل ربي شغل لا ريسيت ما تجيش بنينه. هذا ما تجيش بنينه باسكو كاباب الصفر هذاك يطيب يطيب تما ما درنا والو ما درنا والو. على هذه حنا دائما نقولوا خلوها تبرد باش نديروا الصفر تاع البيض. ما خاطش لو كان عادل ينسى زعما. ما ننساش انا، انا انت اللي تنسى، انا اللي حافظها تقول لي انت نسيتها. خلاص دوك دي نخدمها لك انت تحب. عادل سي بون لا ريسيت راح يديرها في الفيسبوك. خلاص دوك يديرها في لاباج تاعو. طيب فون تو تي في فوالا جي هي وكم عرضي انا قريب ندير 500 يعني 350 قريب ل 400 راح ندير بتيت فات كدا تاع لي زارتيز. الله يبارك عكم عرضي ان شاء الله عن قريب وقيلا حتى الحق 500 ان شاء الله. الله يبارك احنا زياده فينا ثاني حاجه. ها زيد احنا زياده فينا فوالا لا بات انا اللي تلمت ها هي حتى لا كولور تاعها كليغ سيت بيت كانت فونسي دوكا سي بوسيبل. نعم مانيش نحي شويه ندوقا هكا بيان سور. فوالا هاي قعدوا وشك تحاس وش بدنا تاعها؟ مش كيفاش نفهمك الرز بالدجاج والله ما بك فاش نفهمك يعني مليحة مي باينة مخصوصة مازال ما طابت هي خضرة مازالها خضرة. الوغ باش ما توليش خضرة واش لازمنا؟ لازمنا نطيبوها. كي نطيبوها دايما شوية تاع لا فارين كيما راك تشوف سنيوة ما درناهاش على وجهها قلبناها. علاه؟ باسكو علاه؟ باش نقدروا نحلوها. يو كان تكون لداخل ما نقدروش نستعملوا الحلال. اوكي هنايا دوك نحلوها كامل. ودو بريفيرونس تكون رقيقه شويه باسكو تعاود تزيد تنفخ. سما لو كان نحبوا نخلطوا فيها شي كولا ولا نقطه نقدروا نديروا. هي البنه تاعها تاع البيكربونات ولي زيبيس. يو كان نزيدوا لها الشوكولا راح نبحروا لها كامل البنه تاع لي زيبيس هذه، نقتلوا كامل لي زيبيس اللي درناها. نقدروا نديروا لها العسل، انا على بالي بها العسل يقدر يجوز معاها. العسل بوي بيان سور. العسل كيما حنا حنستعملو دوكا المعجون فوالا الكونفيتور هكذا حتى نغطو كامل قلب السنيوه ونحو زياده باسكو دوك الزياده راح يتحرقوا لنا وهي راح تزيد تنفخ في الفوغ. صح نسقسيك. نعم كي نطيبوها نطيبوها بهذا الكوتي هكذا هكذا كيما راهي هذه راه في الميرفون يشوفها. فوالا هذا بان دي بيس يعني تقدر تاع قهوه حليب تاع كازوز تاع كوتي فوالا فوالا تاع كازوز يجوز اي تو. هنايا دوكا ما عليها تدخل الفوغ
درجه الحراره 180 كما راهي تنفخ شويه تولي بيان سور سوليد لو فات لي راهي دوكا مازالها كما قلت عجينه وخضره ومع ذاك بعد ما نحوها نخلوها تبرد كي نخلوها تبرد راح تولي لنا كيما هذا فوالا دوك هكذا ويعطيك الصحه دوك كيما دوك كيما حبينا نحبوا نخدموا اون 3 فوا ونديروا طبقات وهي كبيره هكذا ونقدروا وحده نقسموها اون 3 باسكو راح نديروها اون 3 زيتاج ونستعملوا طري بيان نقدروا نستعملوا 3 زيتاج هكذا كبار ونقطعوهم ولا وحده اون 3 نقسموها كيما درنا دوكا ومن بعدك نبداو نديروا المونتاج تاعها اوكي فوالا اذا كفاك تحب نديرها بثلاثة أخير هنا يا الكونفيتور تاع من قبل نديرو لها شوية هنا نزيدو لا دوزيام كوش اوكي فهمت هادوكا؟ اوكي يا سبير في رزقك كيش تاك العقليه جاب لها بين ديروها زوج خيره ماشي خير زوج ولا ثلاثه فوالا هكذا ثلاثه شهيتيني مره انا ريحتها ثاني راهي ناجت مانيش في الريحه وشهيتيني ما قعدت لهاش توجد مانيش حشمان ملي كاميرا نبدا نوري فيك هنا دوكا لازم نكاليزيو كامل باش تجينا كامل على حبه مقبل واش نديرو عندنا كيما راك تشوف هكذا لي كوتي اللي نحيناهم من قبل كيما هكذا اللي نحيناهم من قبل نعاودو نحطوهم كامل من الفوق بوغ لا ديكوراسيون طري بيان حتى حاجه ما نحوها ما تطرما فوالا نقدروا نديروا لها سكر هذا سكر ستاليزي بوغ لا ديكو واش مسمو داك لا كريم لا شانتيي فوالا ما تجيش فيها لا شانتيي لا لا غير انا على بالي واش تجي فيها واش ما تجيش فيها اش بيك عندي اكسبيرينس بالك تقول هكذا وهنا نقدروا نقسموها كما راك تشوف هكذايا مستطيلات كونو دو بريفيرونس رقاق فوالا تبان بنينه فوالا باسكو على حساب الريحه اللي تطلع باينه حاجه كي تكون بنينه بيان سور واش رايك؟ يا ريان هادي شابو كيفاش كانت هكا ولا هكذا لا شابو يعطيك الصحة دوك هنايا خلوها تريح شوية كي نروحو نقدموها نديرو لها شوية سكر كلاص من الفوق سو بودغي بصفاية من الفوق وبيان سور نقدرو نجوزوها بالكازوز ولا بقهوة حليب أنا جو بريفار كريم قهوة حليب قهوة حليب خلاص مالا مالينا دوك غير نديرو لها لا ديكوراسيون تاعها ونحطوها في لا تابل ونوجدو قهوة حليب فيها سون فوت مالا قعدوا معنا تشوفوا بان دي بيس مع لا بيتزا بعد ما وجدت فوق طابلة مع مستر ابي عادل ايبيزا حصه دوك ماكلتنا قدمت للفنان مستر ابي وحبابه الاطباق التاليه عندنا بيتزا رويال بعد ما طابت لنا هذيك لاصوص اللي قلنا بزيت الزيتون وطماطم شويه تاع سكر الماء زعتره وغمد وعندنا بان دي بيس اللي يحبوا بزاف عادل ايبيزا ان شاء الله الاطباق تاعنا يكونوا عجبوك اليوم وعجبوني بزاف فريمون يعطيكم الصحه شروق تي في كاع ليكيباج كاع اللي راهم هنا ثاني اللي ساهموا معنا في هذه ليميسيون فريمون يا ريان نادير يعطيك الصحه وحتى نشكرك كثير على حسن ضيافتك كانت قاعده ظريفه وخفيفه معك الله يحفظك كما كنا متوقعينها من الاول ميرسي بوكو وان شاء الله احنا قعدتنا قناتك معك كانت خفيفه عليك بيان سور بيان سور فريمون شرفتونا ونورتونا الدار مرحبا بكم كل وقت وراكم في داركم وكما قلتها وكما نعاود نقولها حنا ضيافكم وانتم مولانا الدار يعطيك الصحه مع الشهور اختي ايفي غير اونكاجي غمض عينك اونكاجي سيرتو مع مستر ابي ديما زاهي وديما خلوي بلا ما نساوش ليكيب تكنيك غير الخدمه وغير مازالهم سهران
شابة. يعطيكم الصحة. ميرسي بوك. ما نطولش عليكم، ذوقوا ماكلتنا بالصحة والهنا. ماكلتنا شاركتوا معانا نهنوكم ونشكروكم ويلا سحقيتونا في شروقتي بحنارانا تيك اني بيانا براسك تيك تعرف راحة اني بيانا شو لك صالحين وكتا شو معنا وعدتنا واحد البيتزا شعال هبال هاني بيان هاني سيموما وتو معكم بيان صافا حبيبنا غير بلي ماني 700 ديفيزي على 4 شحال عطينا 700 عندك 375 75 لقيتها قبل منك تخيل يا خو تاكل في الزيتون خلوه هي بيضا شونتي الزيتون خلوه زعما الزيتون هي تخدم وانا هكا شي شي قلت له ما نحبش الزيتون ما عندي حاجه هو ما نحبش الزيتون كلا كيلو ورطه يا خو قطع بالمقصه يا خو قلت انا ما نحب الزيتون شريكي ما ناكلو الصراحه ما كاش ما عرفنيش غير قاعد غير تزوخ علينا اخويا والله سفرينا باش لحقنا اخويا نورمال عادي شنو نقول لك واش حبيت من امبيونس ماشي هي طيب وانا هكا شكون هكا ناكل